محافظ صلاح الدين يبحث مع مستشارية الأمن القومي آليات عودة نازحي العوجة، ويستعجل الشركة المنفذة بتعبيد طريق تكريت كركوك. وفد سعودي يلتقي شخصية سياسية وعشائرية في سامراء، وأمير قبيلة العزة يزور قرية سمرة لتعزيز التكامل الاجتماعي. أول لقاء أمريكي إيراني في بغداد لضبط منافذ صرف الدولار، وشركة أمريكية تطمئن السوداني رفع ساعات تجهيز الكهرباء. نزع سلاح الأحزاب الإيرانية في كردستان، ووفد رفيع المستوى للإقليم في بغداد لإنهاء سجالات الموازنة.